يجي هنا ممنوع هنا لا عمل ما ايوه ايوه ممنوع ممنوع صح ممنوع ممنوع هنا قوي معلش يا شباب جابونا ايوه ما بس تعال تفضل تعال تفضل صديق هذا ايوه صديق بس هنا صديق بيت ايوه صح علقم معلش حسام هذا خلاص يا الله لا والله ما تطلع عليك اسمي خلاص اي واحد يجي اي واحد من متابعينا يجي باسمي فري انا يعني شوف يعني شباب كود خصم حسام يعني اسمعوني يا شباب السالفه ما فيها وشو اي واحد يروح الكوب يا شباب يقول باسم حسام حسام هو اللي بيحاسبنا اخر الشهر لا والله امزح لا يعني اي واحد يجي السلام عليكم وبركاته معكم ركان سليمان ونواف سليمان اليوم يا جماعة الخير في خطوة جدا قوية فقلنا لازم نصور هذا ولازم تكونون انتم موجودين معنا ولازم تعرفون وش الخطوة اللي بدينا فيها يا جماعة الخير نحب نقول لكم في هذا اليوم أبشركم الحمد لله افتتحنا كافي جدا بسيط في هذه الحارة وأخيرا كافي هذه الشباب كتجربة كبداية فلازم نبدأ بشيء خفيف بعدين شيء بسيط ومو مكلف فما كلفنا عليه جدا من المشروع بسيط جدا فأنتم راح تشوفون هذا المشروع ونتمنى حضوركم في هذا الكافي طبعا راح نكون متواجدين وهناك حنا فريق انكم اغلب اوقاتنا هناك نكون ومنها نتجمع مع متابعينا وعادي يا شباب حياكم الله باي وقت في كل شيء موجود ما عندك ماديا شيء عادي تعال هنا بس وراح نسهل معك يعني ما راح نكون يعني اوض راح تدفع اشياء لا 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 لا, لا شيء بسيط جدا وغير مكلف ولا وشيء ثاني حنا راح نكون قناه انكم راح نكون جلستنا هناك يعني ديوانيه بحارتنا في مشروبات ننظم مباريات نسولف معكم ناخذ ونعطي ما راح يكون في رسميات بالعكس نبغى هالمشروع هذا بعد نقربكم بيننا يعني اكثر واكثر ما نبغى نكون ورا الشاشات لا نبغى تكونون حاضرين معنا فوجودكم جدا مهم حبايب قلبي فنبي نسوي لكم الان تغطيه بسيطه في هذا المشروع وقبل بدايه الفيديو يا ليت ما تقصرون معنا باللايك ما راح نقول لكم عدد معين وغير كذا برضو شوف دعم وغير كذا برضو بعد ودناكم تدعمونا من ناحيه الاشتراك اذا انت مو مشترك في هذه القناه اتمنى انك تشترك وتشوف ابداعاتنا ان شاء الله القادمه اقوى واقوى فعل زر التنبيه عشان اي مقطع نزله يوصلك على طول ويا شباب ويا قبل ما نبدا الفيديو اللي يسال عن رابط المقهى تلقونه تحت بالوصف صح موجود تحت فخليكم معنا عشان تشوفونه وتشوفون كل شيء وش الموجود في هذا الكافي وحضوركم ترى والله دعم لنا فأتمنى من بعد هذا المقطع يعني تشوف هذا المقطع وتقول لأبوك وتقول لأي واحد من أخوانك يوصلك هذا المقطع لازم يوصلك قصدي هذا الكافي فكافي جدا بسيط فنتمنى حضوركم في هذا الكافي وشكرا لكم خليكم معنا مجهين لما المحل الوالد ان شاء الله متحمسين كثير مره وبتشوفون ان شاء الله المحل ان شاء الله عاد راح ينال اعجابكم طبعا فيها الكاشير سعود وهنا نواف واللي راح يكون الطبخ ايوه راح يكون اي راح يكون لنا هو اللي بيسوي لنا المشروبات ومن على ذوق عاد بنشوف عاد ذوق نواف فمجهين ان شاء الله الحين لما المحل وخليكم معنا عشان تشوفون ادزل لايك يا شباب اللي ما ضغط وغير كذا ترى حسام بعد برضه راح يجي بالطريق لان حسام برضه ما يعرف السالفه اعطيتها اللوكيشن فراح يجي وراح نشوف رده فعله وهل بيصدقنا ولا ما راح يصدقنا ان هذا المحل صدق لنا ولا لا فخليكم معنا وترقبوا المقطع طبعا وصلنا المحل الان زي ما تشوفون الله 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 الله
هذا المحل يا جماعة الخير زي الديوانية أبوي مسويها بسيطة جدا في الحارة. طبعا سعود راح يعرفنا على المحل. تفضل سعود اشرح لنا وشلون الجلسات وكذا. حلو هذه الديكور يعني. تمام نواف عرفنا الحين هذا عرفنا تفضل. يوجد شاشة لنقل المباريات. ايوه تمام كم ما شاء الله بوصة هذه وش لها مشفرة؟ يعني اللي ما تلقاها ببعض الشسمة البيوت. يوجد دفع شبكة. حلو وش اسمه هو المحل؟ درة الألماس. درة الألماس ايوه. حي الياسمين. يا سلام راح نعطيكم الموقع يا شباب تحت في الوصف. اوكي ايوه تمام. الدرس حلو ناظرهم يا شباب ما شاء الله وش اللي موجود منه. اشرح لهم المشروبات الساخنه ومشروبات البارده. تفضل. طبعا المشروبات الساخنه كلها نفس السعر. الكبير ب 10 ريال المتوسط ب 50 ب 5 ريال الصغير ب 3 ريال 50 ب 5 ريال. متوتر نواف يا شباب شوفوا زين ها شاي في شاي عادي شاي حليب شاي نعناع شاي أيوة. زنجبيل وشاي كشري الله. شاي تركي شاي مغربي شاي كرك. الله الله الكرك ب10 ريال بس مقاس واحد. طبعا يا جماعه الخير ابوي هنا الحين موجود. اول شيء مبروك يا ابو على المحل. الله يبارك فيك. وش تبي تقول للمتابعين يعني ما دامهم هنا يمكن عشان يجونك شيء عطهم خصم يعني شيء مره كويس. ابد اللي يجي من طرفك ضيافه له. اهلين اهلين ضيافه قال ابوي يلا روحوا يا شباب. لو في طاوله بلوت يعني قليل المقاهي اللي راح تلقى يحط لك طاوله بلوت مجهزه كامله. دوره مياه وانت بكرامه. ايوه حلو دوره مياه هنا تمام. ايوه يوجد نت خاص واي فاي. يا سلام ونقل مباريات ويعني جلسه بسيطه في ديوانيه في عند الحاره. عندنا واحد يوصل القهوه. اوه حلو حلو حلو. ورنا 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 شك. بناء بخدمتكم مجموعه الضيوف دله قهوه زايد دلة شاهي فقط يعني كل هذا كل هذا يا شباب. إذا عندك عزيمة شيء اطلب 30 ريال راح يجيك كل شيء كل الضيافة. توصل مع الرقم ده إذا كنت بالياسمين. هذا الرقم ترى يوصلون ترى عندنا توصيل صح؟ إيه؟ عندنا توصيل. يا سلام يا سلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الكوفي بسيط بس ما شاء الله يعني متكتك من كل النواحي. تفضلوا يا شباب. ايوه يا شباب انا اعتبروني زبون اوكي؟ اعتبروني زبون اوكي؟ ابجي وانت سعود اللي تشتغل اوكي؟ السلام عليكم. السلام. ما شاء الله هذا الكوبي جديد في الحاره. إيه؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. مشروبات ساخنه ممكن اجلس ولا حاول تتقدم قدام عشان الشمس ما طولت. تفضل. انا الاخ حزام موجود. نعم هلا قاعد يتصرف قال له ايه خله من عندك سعود اوكي. سعود اتبع اتبع سعود ترى بيجي حسام خله كانه زبون اوكي كانه زبون. تفضل. اوكي 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 ندفع الحين. ايه ايوه شوفوا تضبط بعد ضبط مطفر. اي أيوة والله مطفر. الله يطلعكم. كان قرب زبون. طبعا هي شباب في زبون. السلام عليكم نورت المحل. الله 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 الله. تفضل عشان الشمس اخوي بلاش بشتري انا والله تخسي. ابوك هنا ادفع. ابوك هنا قاعد لي والله الوالد قاعد لي. انت معك تفضل. هلا انا تو دافع انا تو دافع لو سمحت. احنا الزباين ما في مجانا. لا 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 جد لو سمحت يا حبيبي الله لا اقول لهم مجانا. والكلام اللي قايل لي مجانا ما في مجانا. انا دخلت تدري ابوي اعطاني نظره قلت والله اذا ما دفعت والله تو قال لي قال مجانا. إيه؟ لا انا لازم اتفاهم معه. ابي خسران اجل ابوي. ابوي خسران يا شباب. لا جنب بيتنا. ما شاء الله ما شاء الله. رايك على المحل من 10؟ والله 100 100 100 100 شباب هذا الطلب حقي الاسطوري اللي دايم والله اجي مو عشان ابوي. لا والله العظيم صدق انا احبه. ريد بول مع فراوله مع نعناع مع ليمون اقسم بالله انه قوي والله ما استهبل. اول شيء الف مبروك المحل ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا بدايه خير ان شاء الله ونحط لكم اللوكيشن تحت والرابط حياكم زورونا وذوقوا العصيرات وذوقوا المشروبات واعطونا رايكم. ايوه اذا ذقتوها وكل شيء شو بنسوي احنا؟ بنسوي حركه معكم. تلقونا تحت المحل هذا هو الحساب. حلو اذا شريت صوره وحط تاج لنا. يا سلام تمام. وراح ننزله بالحساب للمحل. يا سلام خلاص. اذا الحين بنحط لكم لوكيشن تحت. تعالوا يا بنات يا عيال اشتروا عصير اشتروا. الحين بنصور لكم القائمه بنحطها لكم القائمه في اليوتيوب واشتروا ونزلوها بالانستغرام حطوا لنا تاج وان شاء الله بننزلها وبنشوفها واعطونا تقييمكم بدون اي مجامله. صحيح خلاص انا بشتغل هنا. كابتن لو سمحت
اخوي معليش بس اخوي برا برا انا المحاسب كروانه 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 طلع كف 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 انا المحاسب معليش انا المحاسب واحد اثنين سمحت ما سمحت ما المشكله صح لا لا ما في يجي هنا ممنوع هنا لا ممنوع ايوه ايوه ممنوع ممنوع صح ممنوع ممنوع معليش يا شباب زورنا يجي ايوه ما بس تعال تفضل تعال تفضل هذا صديق هذا ايوه صديق بس هنا صديق بيت ايوه صح حلقه معليش حسام هذا لا والله لا والله ما تطلع انت سجن انت سجن ضيف ضيف نزلوا لي كل المنيو كل المنيو لا اسمع والله حاسب والله حاسب يلا ذلوني بعد دخلت قبل الاسعار زياده سعر ممنوع 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 حسام معليش وادي وانا عاد صح ايوه ها وش تبغى بس تبغى this is menu صح هذا المنيو كله all إيه ترى شوف هذا يبقى free no no free أنت جاي ما في free أنا جاي لك ليش أنا أنسحب أنا أنسحب أول جاي لك أجيب فلوس تمزح والله فلوس إيه أكان دفع فلوس أنا دفعت حق ما يفلس نواف ما شاء الله هو كلام free ask him هو كلام قل هو هو قل أنا قل له free قل له وش فري؟ لا نو فري ابي اجي اوقع بجي بعد هذا زبون زبون مره كيف حالك طيب اخبارك سكتة ايش رايك بالمحل والله ان شاء الله رهيب هذا محل اي واحد يجي اي واحد متابعينا يجي باسمي فري انا يعني شوف يعني شباب كود خصم حسام يعني اسمعوني يا شباب السالفه ما فيها وشو اي واحد يروح الكب يا شباب يقول باسم حسام حسام هو اللي بيحاسبنا اخر الشهر لا والله امزحنا يعني اي واحد يجي لا 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 عادي حسام خاف خاف لا 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 اقنعني يقول تو شارب وصدق تو شارب صدق والله ما تبغى والله والله تو شارب مويه اي شيء خلاص مويه اي كذا كويس عاد خلنا نرتاح طبعا سعود جاب اخويا في المدرسه يا هلا والله نورينا منور يا هلا فيكم كيف حالكم الحمد لله وش رايكم في سعود الله يسعدك مؤدب في المدرسه ولا كذا لا مؤدب ايش رايك سعود كويس طيب تشجعون زي النصر هلاليه دوله الحمد لله شوف كل اخوياك هلاليه ونصراوي دله مصراوي انت بتغير ميولك اول شيء نورتونا نورتونا دي جي انا فري اوكي اي شيء فري خلاص هو كلامك وش لا شوف انا قلت دي جي لا تعطيه هذا فريند اوكي بس فريند نوت ماي فريند از اونلي هوم ايوه نوت شوب انت فريند هنا بالبيت انا صديق بس بيت ما في هنا هنا لا ركعت زي كذا انا يعجبني صريح جدا صريح يعني تدفع فلوس يعطيك معليش طيب انت قايل لي قبل تسوي المحل ان اجي مجانا ابوي اعطاني النظر فقلت ما في مجال خلاص الله يسامحكم هذه نهايه العشره اي والله انا قايل لك هناك عشره بالبيت ايوه حتى انت بعد حتى ذا لا حتى ذا فري ولا لا طيب نواف فري ولا نو نواف انا ادفع فلوس حتى ادفع وطبعا وصلنا نهاية المقطع إن شاء الله عدنا لإعجابكم مقطع مرة بسيط بس عشان نعرفكم ونعلمكم الحمد لله فتحنا مشروع جدا بسيط فحياكم الله نفس ما قلنا لكم جمع هناك يعني أغلب أوقاتنا حنا العائلة نتجمع هناك إيه والله فإذا ودك تشوفنا تعالوا هنا نفس ما قلنا لكم الموقع راح نحط لكم وتعالوا حياكم الله بأي وقت راح تجون وراح نشوفكم إن شاء الله ونصور معكم برضه فايش رايك حسام الف الف مبروك ما شاء الله مثل ما قلنا ان شاء الله باذن الله نفرح سوا ونستمتع والف الف مبروك المحل ان شاء الله يا ركان وبدايه خير يا رب ان شاء الله وصراحه المحل جدا يفتح لنفسه والله دخلت فتحت نفسي وما شاء الله تبارك الله وان شاء الله في تطورات وفي اشياء بطله بتصير وانتم ايضا ساعدونا بالاقتراحات والافكار الحلوه ما نستغني عنكم ان شاء الله صحيح المهم يا شباب ما ودنا نطول عليكم نحط لكم افضل تقييم ما قصر بالانستغرام فاذا ودك تشارك صور الشاشه حط لنا تاج بالانستغرام وراح نختارك عشوائيا ان شاء الله في الحلقات الجايه باذن الله وشكرا لكم حساباتنا موجوده برضو تحت حساب الموقع برضو تحت كل شيء موجود تحت حتى موقع المحل موجود تحت
فشكرا لكم، لكم حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم كابتن سليمان و نواف سليمان حس حس وسعود، وشكرا لكم. لا تنسون الصلاة. استنوا استنوا لايك اشتراك صلوا بعد رح صل يلا يلا رح صل يلا يلا رح صل